خلينا نروح نشوف مع بعض بروفايل عن كاتب القصص القصيرة والروائي الأستاذ خيري شلبي، ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم. وصفوا نجيب محفوظ بأنه أمير الروائيين الصعاليق. هو الكاتب الكبير خيري شلبي، كاتب وروائي من طراز خاص، فهو صاحب مدرسة الرواية الواقعية واللي قدر من خلالها أنه يعبر عن الطبقات البسيطة. وصفوه بأنه عاشق الريف المصري، وده لأنه نقل كافة تفاصيله لعالمه الروائي، حتى تحول أبطال روايته وعالمهم لرحلة أسطورية بيعيش القارئ فيها. ولد الكاتب في 11 يناير عام 1938 بقرية بسيطة بمحافظة كفر الشيخ، ولأن أعماله الأدبية امتازت بالواقعية الشديدة حولها المخرجين لأعمال فنية، واللي أصبحت علامات في تاريخ الفن المصري زي مسلسل الوتد بطولة الفنانة هدى سلطان ويوسف شعبان وغيره من الأعمال الدرامية. صباح الخير يا حجة. يا صباح الخير يا صباح الهني، يعني مش بعادة يا درويش، الفجر يبدأ وانت لابد في حضنه. لا ده انا اتوضيت وصليت ركعتين لله. هو الشيخ صحي؟ الشيخ في الجامع من قبل الاذان. هو في حد زي الشيخ طلبي حبيب امه؟ النبي اشرف خليقة الله، احنا كلنا عايشين على بركته. بركتك انت فوق الكل يا امه. على مدار مشواره الادبي نال الكاتب الكثير من الجوائز، من أبرزها جائزة الدولة التشجيعية وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، ومن أبرز رواياته السنيورة، الأوباش والشطار. رحل عن عالمنا الكاتب والأديب خيري شلبي في 9 سبتمبر عام 2011، وده بعد مسيرة حافلة في الأدب العربي حفرت اسمه بحروف من نور في التاريخ.